يعني هي كتير ولكن الابرزها ان يا اما نحرم المراه اصلا من حقها يا اما ننقصها يا اما نحط لها حقها او نحصر لها حقها مع احد الورثه نقول لها مثلا نصيبك مع فلان <applause> واحنا عارفين ان فلان ده مش هتطول منه حاجه يعني فيما بينهم اتفقوا على ده او ان هو يديها نصيبها في مكان ليس له قيمه او قيمته اقل من الباقي كان مثلا عندنا قطعه ارض كم فدان مثلا الجزء ده بيساوي مليون مثلا الجزء الثاني بيساوي 100000 فانا اديها ف ألف 100000 ده لون من الوان الميراث ده اذا اديتها اصلا كلها اشكال ظالمه وجائره ومخالفه لشرع الله سبحانه وتعالى القانون القانون ما بيحميش المراه يعني بمعنى انه المتوفى خلاص توفي لو افترضنا ان هو ما حرمهاش لكن اشكاليات ان الورثه يحرموا المراه هي القانون, القانون القانون بيديها حقها اه ولكن هي هي نفسها بتتعب من حته انها تلجا للقضاء مم. التمكين نفسه حتى لو في محكمه حكمت التمكين نفسه بقى صعب وهي نفسها بتقول انا مش هدخل في جدال مع اخواتي او مش هخسرهم مم. كثير من الاسباب اللي تحول دون المراه انها تأخذ حقها مم. دي اشكال كثيره من اشكال الظلم ممكن نخرج منها لحته ان الطريقه دي كانت موجوده قبل الاسلام وبعد الاسلام ولكن نزل فيها القران من ربنا سبحانه وتعالى بيحدد فيها نصيب المراه وانها تمكن من اخذ حقها والذي يقف امام نص القران ويقف امام امر الله سبحانه وتعالى يكون هنا متعدي ربنا سبحانه وتعالى قال وادوا الامانات الى اهلها فهنا امانه الانسان اللي بيوكل اليه ان هو يكون محافظ على التركه ويكون مسؤول عن توزيعها هنا في ايده امانه اذا لم يتق الله فيها ويوزعها كما امر الله عز وجل سيحاسب امام الله سبحانه وتعالى خصوصا لو كان اصحاب أموال دول قصر ايتام يقول الله عز وجل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ما اعظم من كده عذاب او تجديد في العقوبه من في ذنب من الذنوب هو من اعظم الذنوب التي جعل الله عز وجل عليها الذنب عظيم ايضا طيب من لم يرتدع بالقانون تتوقع انه مجرد التذكير بمثل هذه الامور ستردعه او ستنهاه عن ظلمه خصوصا ان حضرتك اشرت في بدايه حديثك انه حوالي 99% على حد النسبه اللي حضرتك قلتها بيكونوا عارفين ان ده غلط بيقدموا على هذا الخطا وعارفين ده حرام فهذا الشخص الذي لم يرتدع بقانون ولا بشرع هل تعتقد حمله نصيبا مفروضا ان ممكن ان تحرك شيء في المياه الراكده داخله وليه لا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز انك لا تهدي من احببت م. يعني ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى بيده القلوب يقلبها كيف يشاء، لعل كلمة كلمة حق تنفذ إلى قلب امرئ وهو على معصية فتبدل حاله، ولعل إنسان طائع زي ما بيقول العلماء رب إنسان طائع بات يعني رب إنسان عاصي بات ودمعته على خده ندما على معصيته أفضل عند الله عز وجل من إنسان طائع بات وهو مغترا بطاعته والعياذ نعم. بالله فهنا سبحان الله ليه لا أن الكلمة تصل إلى أذن تنفذ إلى القلب فيهدي الله عز وجل بها ويرد الحق لأصحابه كثير من الناس بيستمعوا إليه دلوقتي ودي رسالة بنوجهها للناس من كان من أصاب من هذا شيء فليتق الله لأن الدنيا زي ما بنقول قصيرة وما تسويش العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده لانك تاكل حق اختك او بنتك او تهضم بنت اخوك حقها او ابن اخوك كل ده ما يسويش الانسان في لحظه ممكن يقابل ربنا سبحانه وتعالى ويلقاه هيجاوب بإيه لما يقول له انت اكلت حق فلان ليه يعني وتاكيدا على الحديث اللي بدانا به يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من ارض شبرا لا يسوي شيء طوقه يوم القيامة بسبع أرضين فما بالك اللي بيحرم المرأة من ميراثها مش مجرد شبر من الأرض، ده يحرمها أموالها كلها، أموال كتير قد تكون أطيان أو عقارات أو إلى ذلك، كفاية أصلا الظلم النفسي اللي واقع عليها ده هتحاسب عنه أمام الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا إن أشكال الظلم دي كانت موجودة قبل الإسلام وفي وفي صدر الإسلام ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن الأشكال أو المواقف التاريخية اللي الإسلام برزت فيها حق حق المراه ووقوفها على ارض راسخه من حقها في المراس لما سعد بن الربيع جاء جاءت زوجته الى النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيها وقالت يا رسول الله هاتان ابنتان سعد بن الربيع قتل معك يوم احد شهيدا وان عمهما حرمهما اموالهما عمهم اخذ الاموال بتاعتهم زي ما بنقول وكوش عليه مم. مش راضي يديهم حاجه زي ما ولن دلوقتي ولن ينكحا الا ولهما مال ما حدش هيتقدم لهم وهم فقراء ع... وهم فقراء او قليل هتبقى فرصتهم قليله انهم يتزوجهم زيجه كويسه مم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله عز وجل في امرهما فنزلت آية المواريث آية الميراث في هذا الشأن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فنزلت هذه الآية فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهما أن أعطي ابنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن ولك ما بقي <applause> كان ده من المواقف اللي اثبتت حق المراه ووضعتها على ارض صلبه بعدما كانت تورث قبل الاسلام. عزيزي. كانت المراه تورث كانت المراه تورث قبل الاسلام عبد الله كتركه يعني كتركه عبد الله بن عباس قال كانت المراه اذا مات زوجها كان امرها لاوليائه ان شاءوا تزوجوها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا تركوها فلا هي تتزوج فكانت تورث مع تركه الميت. وبعد الإسلام بفترة قليلة كانت يعني لا تورث ولكن كانت تهضم حقها كانوا لا يورثون المرأة وبرضه هذا من أمور التي كانت قبل الإسلام لا يورثون للمرأة ولا الصبيان وكانوا يقولون لا يرث إلا من يحمل السيف ويدافع هو اللي بيحارب وبيحمي القبيلة بتاعته هو ده حق في المراث فجاء الإسلام ونسف هذا كله ووضع كل إنسان على حقه عظيم